السلام عليكم، شو اخباركم؟ مساكم طيبين، معكم هو سمعان اوري فلير. واليوم خلينا نبتدي السلسله الجديده اللي هي سلسله فورزا موتور سبورت 5. طبعا هذه السلسله ما راح يكون اسمها ماي جراج، راح يكون مجرد انه في العنوان فورزا موتور سبورت 5، وراح احط جنبها اسم السياره بس. طبعا اليوم جايب لكم اول سياره اللي هي لا فيراري، سياره يعني بطله. اوكي، انا اشوف انها احسن سياره نزلت في 2013، هذا بالنسبه لي مجرد رايي. سيارة اسمها لا فيراري، اسم غريب. هذه أول ديزاين يعني يسمونه فيراري بدون ما يعني يستعملون أي مساعدة من بينينفارينا، اللي هو اللي مسوي أغلب شو اسمه سيارات الفيراري. يعني مع كل السيارات المشهورة حقت فيراري، أغلبها أو أكثرها مسويها بينينفارينا، اللي هو من أحسن الديزاينرز في العالم للسيارات. طبعا السيارة هذه الديزاينر حقها اسمه فلافيو منزوني. حبيت مجرد اعطيكم باك جراوند خفيف عن السيارة، وبعدين اعطيكم رأيي عن السيارة في اللعبة. طبعا حجمها او عفوا وزنها اذا جيت تلعب فيها راح يكون تحس انها ثقيلة شوية، يعني مثلا مقارنة بالبرلينيتا، يعني فرق كبير. برلينيتا تحس انها اخف وتحس انها يمديك تتحكم فيها بسهولة، هذه يعني خاصة مع اللفات لازم يعني تهدي بمرة يعني عشان تلف بقوة. وطبعا اغلب السيارات لازم تسوي كذا، لكن هذه يعني لانها وزنها ثقيل. وزنها طبعا 1255 كيلو، يعني ثقيلة وفي اثقل بس انه لا بأس فيها من ناحية الوزن. طبعا السيارة هذه مجرد انه limited edition، فهمت كيف؟ يعني يوم نزلوها ما نزلوا الا تقريبا 499 قطعة من السيارة او نسخة من السيارة. يعني شوفوا كيف، يعني اغلب السيارات اللي ينزلونها ينزلون يعني نسخات كثيرة من السيارة عشان الناس يشترون، لكن معروف ان فيراري دائما ينزلون ليميتد اديشن، او خاصة الديزاينز او النوعية المهمة والغالية، مثلا زي لا فيراري، زي الانزو برضو كانت ليميتد اديشن، لامبورجيني فينينو الجديدة برضو ليميتد اديشن، في سيارات كثيرة منها ليميتد اديشن. طبعا سعرها لما الان فوق المليون. ما حد، انا قريت وشفت وبحثت كثير عن اسعارها، في بعضها اللي يقول 3 مليون، في بعضها اللي يقول مليون 400 الف، يعني تعرفون اسعارها في صدق هذا غاليه، بس انه زبده انه هي فوق المليون سعرها. في اللعبه برضو فوق المليون، بس انا مع الديسكاونت صارت 800 الف، لكن انا كنت محظوظ لاني شريت الدي ال سي باك جاتني ببلاش، فكنت مره مستانس ان جاتني ببلاش في اللعبه هذه. طبعا هي 12 سلندر، وانا اعتبرها الانزو الجديده، وهم يعني هذا الديزاين يعني فيه شويه شبه من الانزو. ليه؟ لان تحس انها كبيره، يعني اكبر مقارنه بالايطاليا والبرنيتا والكاليفورنيا، حجمها وشكلها اكبر كثير منهم. يعني تحس انها حجمها زي مشابه للانزو. فاتمنى تعطوني رايكم عن السياره هذه، وش رايكم فيها؟ من ناحيه السواقه مره تحس انك ملك وانت تسوقها. انا مره عجبتني، وهذا رايي عن هذه السياره، واتمنى اعجبكم هذا الفيديو. اذا عندكم اي اسئله اتمنى تكتبونها في الكومنت سكشن، وانتظروني فيديوهات جايه من هذه السلسله. كان معكم سمعان اوري فلير، فيديو جاي، مع السلامه.